مزيان كتعرف صباح مصبوغ هي مصبوغ السمن ضروري تاهو ضروري اي حاجه شوفي زينه مثلا تنجيب كيلو ديال المروزيه ونحس شحال زينه مريم زين زين ايوا فيها اختي زين زين كي يطلق اختي ديال اللحم غديري اللحم والدجاج مضغمه الدجاج والسفه بريستيج الزعفران دورت دابا باش كيبقى كيصبح طالق هي واحد القائمه ديال هنايا ان شاء الله ها هو وتكا ضروري ما ينساوش التكا ها دابا شنو غديري البصله هنا غادي نطحن البصله نتي كطيبي البصله في الاول لا لا هانتي مريم دابا انا البصله دابا حيت البصله ما كنديرهاش دابا ما بقيت كنديرها لا مشنفه لا مشلضه لا حتى شي حاجه في الدجاج باش كتدخل واحد لوغو تيدخل حتى في الدجاج تيجي زوين كندير واحد ثلاثه البصلات كنطحنهم تمشي تنديرهم في الدجاج في الديبار كديري الدجاج في الديبار اما بالنسبه للدخميره هذيك راه بوحدها هذيك راه بوحدها ديالنا راه كيعرفها اللي غادي يطيب وسط هذيك لاصوص ملي غادي نحيد الدجاج غادي نحيد لاصوص ديالي اللي غنخليها مع الزيتون المسلاله هذيك التغميسه ديالنا اللي تعرف التغميسه حنا نشوفو معاك اللي كان ان شاء الله ديك ديال الدخميره اللي كتحط فوق ها انت عطيها دقه دقه باش ما يتلفوش دابا المهم دابا هما داروا الدجاج يطيب ياخذوا معاه ثلاثه ديال البصلات هما اللي عندهم اربعه دجاجات غيديروا بصله طحنوا غير بصله واخا زيدي طحنتيها دابا مزيان مزيان ها هي طحنتها هي كتشوفو صافي كلشي تيعرف عندو الهاشوات صافي هذا بلاتي نشلل هذه ما كانش راه يحكها في الحكاكه راه لا ضروري ولا يشلبوها رقيقه صافي دابا غادي تزيدي البصله غادي نزيد دابا البصله ان شاء الله اختي مريم نتا كما كتشوفي انت كتبغي ديرها هكا مطحونه باش صافي تدخل معاها شوفي مريم ما حدنا حنا ما حدك انت كتقدامي في الطومين وانت كتبتاكل حيت كل طياب على طياب كيعلم دابا انت في الطومين وكتبغي تبسطي الامور وقد ما بسطتي الامور وكانت بنينه كان احسن احسن صافي المهم عندي انا هو البنا صافي ديري اللي بغيتي ديريها دواور ديريها غادي نديرو دواور دابا هذاك الحمل غادي نديرها طن طن دواور وصافي وغتولي دغميره وغتولي صافي ان شاء الله صافي دابا غادي ندير سمن وغادي نزيد سكران زغبه وغادي ندير المروزيه واخا دابا غادي ندير المروزيه ياك ندير المروزيه هذه كما قلت لكم تقريبا واحد ثلاثه المعالق عامرين دابا غادي ندير السمن السمن زوين اشنو فيه شي حاجه شي هذا زعتر مطحون الحبيبه ديالي هذا هو اللي كيصرع السمن زعتر بلدي مطحون ما يقطعش على الدجاج ابدا ما كي وي في الكسكسو عرفتي مريم راه شي حاجه اللي طوب لا في الرفيسه تصوري انا واحد السيده جات طيبت ليها الرفيسه ريحه السمن عاطيه من برا قالت لي السمن قلت لها راه كنبيع قالت لي عرفتي دات وبقات كتشكر صيفطوا الناس ديال برا بقاو كيشكروا فيه يعني زوين شحال داير الكيلو؟ 3000 ريال 3000 3000 ريال ولكن عرفتي راه دابا الزبده كيولات وداك الشيء فهمتي كلشي طلع ومخدوم هذا ديال العام اللي فات هذا ديال العام اللي فات يلاه تحل وكتسطوله في السطوله وكدير هي لومبالاج ديالها وإلا كان زيد الثمن ويستاهل لا يستاهل مريم شوفي بالنسبه انا الحاجه اللي راك عارفاني اللي كتستاهل كتستاهل اللي ما كتستاهلش راك عارف بلاش منا صح بلاش لان السمن صراحه وغندير شويه الزعفران صغار دابا غنطلون صافي كلشي انا ما كنحكوش ما كان فهمت ما كاينش داكشي ديال الشمس كتقبيش صافي غير طاح كنت كنكعك ساهل ولكن مريم راه ماشي غنقول لك ثلث ساعه ولا ساعه الا ربع ولا ساعه عاودي على واحد ثلث ساعتين في النهار انت كتعطي الطياب بزاف تعزيز عليك طيب الدجاج شوفي انا كنبغي نطيب العظم حيت هي من هذيك ديال انا اختي طيبت اختي عاونتني في واحد الكوموند هذه ديال 10 طواب اللي دازت قالت لي امل اختي وملي كنطيبو قالت لي ملي طيبته تعطلت فيه قالت لي امل اختي بغيت نعرف هذوك اللي تيخشيو الشوكه في الفروج وكيديروا له هكا ما كيتقسمش ليهم كيفاش قالت لي هذوك تيخافوا من الدجاج وتيخليوه شاد يخليوه شاد وتيخافوا من الدجاج ما كيكونش طيب واخد حقه في الطياب هذا هو اللي كاين انت كيعجبك طيبي بزاف لا لا اختي هو الحاجه شوفي عطي لي شوفي مريم عطي لي الدجاج مشرشم ونجمعو ونقادو ونحط فوق الدغميره ولا تعطي لي اختي خضر ولا وماشي مشرشم ماشي مشرشم انا غير كنقول زعما المهم طيب بزاف خاصو طيب انت عزيز عليك داك السدار تفتيه انا راه الناس الكبار اللي كيكونوا في المناسبات راه كيبقاو يدعيو مع الطباخه الله يرحم لك علاش كناكلو في المناسبات الاخرين انت شقاص علاش هذا فتي شيش والله يعطيك الصحه غتزيدي شويه الماء ياك ضروري شويه الماء باش يتغطى والله يعطيك الصحه بارك الله عليك
الدجاج ديال القلب. وانت باش شمي عمل غاديه تعرف واه دخلت بعدا راه عطات الريحه ديال سيبي سوقع قلا صافي تسدي عليه وتنسي صافي وراك حطيتيه على على صدره على صدره صافي وغادي ملي غادي يغلى مزيان غادي نجيب المغرفه وغادي نحيد هذيك الضرميله باش كلشي دابا خليها فوق الدجاج نخليها دابا فوق الدجاج حتى تغلى مزيان ودائما عمرو ما يغلقوا الدجاج ما يديروش ولا دائما نفسها نفسها برطيه مزيان يعرب عليها مره واحده منها كيشد كيشد في اللويين كيبدا يشد في اللون منها صافي كل مره كنشوفوا باش يعرفوا الهضر يقلبوا العنق العنق هو العنق الى العنق مشى لهم هكا المهم انا دائما المهم راه فايته انا ساعه ونص ديال الطياب ولكن بوط كنجهد حتى كتغلى البوطه حتى تغلى الطنجره حتى نقص على بوطه مهيله صافي وعلاش كنعطيه بحال هكا حتى حيت الضميره ما كتمحنيش وما تتعطلش البطه تنجي تنبغي كتكون هابطه في البوطه كتنزليها في الاول باش ما تاخذش الوقت صافي والله يعطيك الصحه عاملها اللحم حتى هو غادي ترديه ياك اللحم شحال غتعطيه ديال البصله ما غاديش شوفي تبصيل التبصيل ديال 4 كيلو شحال الا كانت البصله مويه كنفضل جوج يكونوا مويه ياك الا كانت البصله كبيره كنفضل بصله وحده لان معلقه مع البصله لان البصله ثاني لا فاتت الضغميره كبحال كتوسخ اللحم بحال هكا المهم هي اللونه بحال دابا انا كل كيلو كندير فيه بصله كبيره اولا جوج مويه بحال دابا هادو 4 الحطات المهم انا غادي نخدم دابا بعيني ميزاني حيت البصله ما كبيراش بزاف غادي نخدم بعيني ميزاني وغادي نفرشها غادي ندير هاد واور ما غادي نشلطها ما غادي نشنفها غادي ندير هاد واور وغادي نحطها حيت البصله كتذوب كتذوب صافي وانا اصلا ما كنمشي داك النوع اللي كنبقى نقلب في اللحم هكا ولا هكا ولا هكا كنقادو تنستفو حتى كنشم ريحه الطياب عاد كنحل عليه وهذوك الفوقانيين هما اللي كنقلب فحال هكا صافي وكنخليه حتى كيطيب تيولي خفتي غنشوفو معاك ان شاء الله صافي دابا غتقطعي البصله وتديريها ان شاء الله صافي دابا هذا اللحم ياك الطروفات كبار تيجيو زوينين ساهلين في الخدمه ما تيجيو مزيانين امري دابا اختي غادي نفز هادو هنا غنزحمهم حيت كنكون انا قبل كنكون مرقده في البانيو فهمتي باش ملي كتجيني التستيفه ديال البصله لتحت كتجيني مزيانه كنفرشها عاد كندير الحيمات وكتبقى البصله لتحت كتبقى البصله لتحت وخاطر خاطر اعمال زعما اختي حيت كل حاجه خسرها وي هذا ايه خصك كل حاجه مادام ما كتلاحي لهاد المهنه ماشي سهله باش غادا فهمتي ماشي سهله وكنديرو بحال هكا تحت اللحم صافي غديري عليها اللحم تعمري عليه الماء غادي نزيد واحد الطريفه ديال الحامض مريم ماما حامض مصير حامض مصير صافي علاش علاش باش كيحيد من ديك الزفوره ديال الجهد ديال اللحم ديال اللحم فهمتي كيحيد هذاك الجهد كيحيد حتى شويه ديال الزفوره وهذا ما كنعرفو الحامض راه زوين يعني تعزوز عليك الحامض تشدك عنده خشب بالحامض تولي بحال بس صافي يعطيك الصحة ان شاء الله دابا غادي ندير واحد القبيطات صافي ديال الربيع قبيطات صافي غادي ندير واحد القبيطة هنايا اختي ديال الربيع في الجنب ما تعجبكش تقرضيه انت في اللحم ياك لا ما يخسرش البلون لا ما يخسرش ليا البلون وما كيخسرش ليا حتى اللون صافي كنديرو بحال هكا من ديبار انت اصلا شوفي اصلا مريم حتى دايره حتى القزبر دايره القزبر راه القزبر حبوب راه تبارك الله يعني هذيك القبيطه بيني وبينك لا انا في الرفيسه دابا ما تنديرش الربيع لان القزبر اصلا انا الكسكسو انا الكسكسو والرفيسه راه ما تنديرش هذا
الكسكسو الرفيسه ما تنديرش فيهم المعدنوس بصفه نهائيه. بعد النوبه ما كيكونش عندي سميتو ما كيكونش عندي الربيع خضر كنكسب بالقزبر حبوب بالقزبر. انا تبع شوف ان شاء الله دابا غادي نشعل وغادي نسد وغادي نوريك واحد التقنيه ان شاء الله باش ندوزوش عليه بتاتا ما نحلوش عليه. صافي دابا ما غنديرش الزيت كيف ما قلت لك باش ما يديش ايدك تفلقعت لا ماشي وي لا مريم زيت تفلقيطه ليا باش ما يوقعوش هذوك الافرازات. صافي اختي انا غادي نطي ان شاء الله وما غادي ندير دابا لا زيت لا حتى شي حاجه كلشي دابا كاين السميله كاين كلشي هو هذا التخضيره ديال اللحم ياك باش غادي نخضر هذا اللحم غادي ندير ان شاء الله البرقوق غادي نغسلو مزيان وغادي نخليه في الماء يترقد بحال نقولوا تنفخ شويه يترقد ياك وعاد نصفيه ونبدل ليه الماء وعاد ندير ما جديد الكاس اللي غيت عسل فيه مع سنيده وشويه القرفه وواحد شويه لاصوص ديال اللحم صافي وشويه ديال الزبده. المهم دابا غيترقد غادي يترقد هو المشمش بنفس الطريقه غادي ندير المشمش. صافي انت اهم حاجه ترقديه قبل شحال ساعه يرقدوا بحال هكاك واحد ساعه طلع ما بان يرقدوا باش يجيهم دغيا تيطيب لهم دغيا تيطيب. نصايح في الشريان ديال البرقوق؟ البرقوق اختي دائما البرقوق ياخذ النوعيه الجيده لان البرقوق هو راه بادي من 600 درهم دابا راه واصل 50 درهم الماركه المزيانه واصله 50 درهم المشمش وصل 2400 درهم كيلو كنا كناخذوا ب 70 درهم الماركه يعني الجوده ب 60 حتى 70 درهم دابا 2400 شي حاجه مريم اللي ولات صراحه والله واخا دابا نتوما الناس اللي كتخدموا الطياره كتحسوا والله والله ماشي حسينا مريم خصنا ماشي حسينا زعما ودابا نتوما ما تقدروش تزيدوا على الناس الطياره لا لا باش كنخدم شحال هذه باش ما كنخدم دابا ولكن الربح راه تيقل ولكن شوفي انا دائما كنقولها حيت الا جينا هما كيطلعوا حنا غادي نطلعوا ما غتبقاش تخدمي بتاتا الناس تما ما غيبقاوش يديروا والو غيبقاو غير حتى هادشي من هنا لقدام راه ما بقى حتى واحد غادي يخدم لان كلشي غلى علينا غلى على الدرويش ولا غلى على اللي عنده ولا اللي ما عندوش كلشي غلى عليه اللي عنده باغي يخدم غادي يجي قاصح مثلا كان كيخدم واحد الثمن غيولي واحد الثمن اخر شويه قاصحه والله يحط لها امين اختي اللي كتهضر معاه والمغربي عرفتي هادشي تزاد راه ماشي غير الماكله في اي ميدان اللي كتهضر معاه تيقول لك هذه الزيت شوفي في الالومنيوم انا الوقت اللي كنت بغيت كنت صبت واحد جوج راجم في حياه المرحوم الله يرحمه مسكين رحمته واسعه النهار ومؤخرا بغيت نصوب غير هذوك الكاشريدو مع كتدخل العجاج وداك الشيء بغيت نصوب كاشريدو قلت لي اه راه قال لي السيد القد والقد قال لي واش انت باقا عايشه هنا في المغرب راه تزاد تقريبا الربع ديال هذاك الشيء تزاد ودابا بغيت تزاد النص حديد الالومنيوم كلشي كلشي تزاد ايوا يعني ماشي ماشي غير الزيت وماشي غير الدقيق وماشي غير الله يطيب لنا صافي دابا مريم غنوليو نخزنو الخضره القشور ديال الخضره غنوليو نخزنوهم في الفريكو نديرهم صوبه ايوا ليلى عبد راس الله غادي ترقدي دابا وتخليه غادي نغسلو وغادي نرقدو غادي نطيهم وغادي نخليهم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باقي لنا الثومه مريم الطحونه مع البصله وليتي كديريها بقشورها ياك؟ اه قول اختي انت فما شتي دابا في الطبصيل ديال هذا شحال ديال الثومه؟ كركوبه اختي كركوبه؟ ديال ربع كيلو كركوبه لان الثومه اختي عندها واحد المذاق خاص لا الثومه لان انا ما كانتش الثومه ما كتشمش اصلا ريح طين كتشم غير شي زبور يطالع ايه والله دابا غادي ندير واحد دابا راه بدا كيدخلوا الطياب شنو غادي ديري؟ يلا 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 شنو غادي ديري قلتي غندير شي حاجه غادي ندير لهم واحد هذا غادي نسد دابا القفله اللي قلتي لي انت بغيتي تطلع الغلي عاد تقفل ليا دابا غادي تسد شحال ديال الوقت تقريبا واحد 45 دقيقه غادي نحل عليه صافي لا هي اكثر هذاك الشيء هي غادي نحل عليه باش هذوك الفوقانيين قلت لك غادي غتقلبي باش نقلب غير شويه حيت انا ما تنقلبوش صافي وهكا كيطيب هكا ملي كديري هذه القضيه الخيط يطيب بحال نطيبه في الكوكوت ايه حيت انت زمتي عليه دابا المهم راه غير الجناب هذا الفيلم اليمونتير غير ما عرفتش حتى حاجه ما غنوقع له والو ما غندير حتى شي حاجه القفلة أيه.
المهم كنقلع لها الكل شويه كتدوري عليه حتى المهم حتى تشوفوا في الاخر حيت تقطع عليا شكون دابا تغلقات مزيان تغلقات صافي تحل عليها على 45 صافي ان شاء الله ان شاء الله وعاد نشوفوا شنو كاين واخا باش نشوف لي دام اللي تطلق وهذا باش نزيد ان شاء الله شوف شنو غادي واخا ان شاء الله الله يستر شنو غديري دابا طبخها لي انا ندير واحد جوج مغرفات ديال لاصوص ديال هنايا باش غادي نهبط البصله هاك باش ملي غتهبط ليا البصله باش هكا كنلعب على الوقت تقريبا كنلعب كنلعب على الوقت دابا انت الدجاج كتعطيه الوقت الا بقيتي تحيدتي الدجاج عاد درتي تعطلي كتعطلي بزاف بسم الله الرائحه يا سلام دابا غادي ندير الزيت المهم غديري الزيت الدجاج نقولوا دابا نص طياب باقي لها ياك خلصت البصله شحال غتسدي عليها واحد بدات تصفر واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه بحال هكا كديري البيضه ولا الحمراء بيضه ولا الحمراء عندنا باش كنخلط على حسب دابا تبارك الله البصلات هي طلعت الصفر لا دابا لاش دابا باش بغيت دوي دابا كلشي دار الكرون اي والله يدير تاول الخير وصافي الضعيف كياكل الضق الضق واش غادي راه حتى حاجه ما بقات سهله لا اله الا الله اي والله كثر الحال طالع شي ريحه ولا والو لا هي الريحه ما يعطيك الصحه صافي كتعطي جوج معالق وغتسدي عليه صافي البصله شوفوها ان شاء الله ملي تهبط ولكن ملي غادي هدر ما غاديش نكبها بالماء ديالها اه واخا دابا غنزيدو الزيت كديري البلديه ولا الروميه بجوج بالنسبه للدجاج البلديه والروميه اتكايزي على الزيت نسيت الزيت راه ولا الشال والهمة اش قالو شباكي هاد العام ولا مبخروها مبخروها ولا يقليوها في الماء يقليوها في الماء دابا خصي واحد يدير شي مبادره ديال ما ندير انا نغامر قليها في الموش ولا ندير عليها في الفران ولا ندير عليها في الفران راه كيديروا عندنا يلا صافي تمشيو ديروها في الفران وتفاوها في العسل بالنسبه اللي غيصوبوها في ديورهم مزيانه وهنا غادي ندير الكراسي الكراسي ما ما كتلقيش انت الكراسي نرقدهم كيمشيو مع لي قامه كيتقدم المهم تي السليق لا لا كبيده حتى هي الكبيده كتصلح بشويه الخل والحار القناصي لا القناصات والعناب لا لا كنا نسلقوا العناب وهذا ما صنسرقوا الدجاج تاعو الدجاج نديروا له واحد شويه سليق صافي هذاك اللي مشيتو كيترقد مع القامه صافي هذيك اللي قامه اللي كتبيتيها في الدجاج كتبيتيها في القناصات والعناقات يعني صافي كتحيد منه الزفوريه كيتحيد كلشي صافي وغادي نخليه ثاني تيكمل اي والله يسر الله يكرمك دابا الدجاجو طفيتي عليه بالنسبه للمبتدئات دابا انا هذه الطريقه انا حيت كنهزو ولكن هذه الطريقه انا درتها باش يعرفوها المبتدئات انا دابا بقيت عليه واحد ربع ساعه تخليه ما يقيسوش ما يقيسوش باش غيجمع راسو شويه لان دابا مثلا يقدروا هما الا هزوه يقدروا الا هزوه غادي تشتت لهم في ايديهم لان الدجاج واخد حقه في الطياب طيبه يعني الصدر اللي ما عندوش فم غادي ياكل الصدر هذا الدجاج ديال الناس اللي ما عندهم ما فيهم ما ينضغوا لا اللي عنده لا اللي عنده سنه اللي ما عندوش سنه تبارك الله زعما الله يعطيك الصحه واحد الريحه رائعه المهم ها هي دابا غادي ربع ساعه غادي نهزو غادي نحطو صافي غادي ندير التخميره ديالي راه مطار صافي ان شاء الله غنكونوا موجودين ان شاء الله باذن الله صافي دابا غتبداي تحيدي ان شاء الله مريم كما قلنا انت دابا راه كديري ليه الخاطر ياك كتعلي بيه كتعلي بيه ما عرفتي علاش حيت دابا في هذه المرحله هي الخطيره هذه هي اخطر مرحله في الدجاج هي هذه لاني انا كنعطي كنعطي الحبه ديالي الطياب بزاف حيت ملي غادي يبرد غادي يجمع راسو هو غيبرد غيتجمع زعما غادي يجمع راسو بسم الله شتي كيفاش مريم داير المهم اللي كيخاف راه غادي يبقى ساعه ساعه ونص فيها واحد كاين اللي واخا تقولي لها راه غتخاف لا غتخاف ولكن راه خليه حتى يبرد ما فهمتي خليه حتى يبرد وتهزو ماشي مشكل الا برد وزات راه ماشي مشكل لا ماشي مشكل الانسان بحال غادي يديرها على تيساع الخدمه انا حيت دائما كنخدم على تيساع مال صافي غنستمروا بحال هكا ان شاء الله مع الصحه تبارك الله عليك الله يبارك فيك نكمل ان شاء الله دابا حيدتي الدجاج كامل حيدتو اختي دابا يبرد غادي يبرد باش يشنق راسو يجمع راسو ان شاء الله دابا غادي ندير العناقات كما كتشوف مريم دابا وقت التغميره صافي دابا الوقيته ديال دابا تجهدي العافيه ياك دابا تجهدي العافيه باش غادي نحيد هادي
هادي البصله اللي وقفت فيها ياك. البصله وقفت غادي نصفيها وغادي نديرها هنايا. باش غادي نهز لاطوس ملي غتطبخ ليا مزيان وتلاق الكتوريه هذيك لاطوس غنهز واحد لاطوس كاتره اللي غادي ندير فيها. في دابا البصله ملي كتنزل كتزيدها كتكون دابا ساهله وطاديه. لا ساهله دغيا غتوقف الدغميره. صافي ان شاء الله كنصفيوها هكا. هنايا راه ديال 12 كيلو ديال البصله. حنا كنهضروا على الانسان زربان. ملي عنده الوقت راه يلوح البصله بشويه يعني. داكشي اللي كاين. صافي غادي تخليها معريه ياك وغتخليها تشرب. صافي وتوقف ان شاء الله. الله دابا بدات دابا كنحيد هذيك لاصوص اللي غندير فيها زيتون مسلاله. أيوة. وفي نفس الوقت غادي تبقى تتبخ حتى تولي خاتره. صافي وغادي نكملوا التوقيفه ديال ديال البصله. الحي ما تركش تبارك الله. صافي راه حيدناهم وصافي وحنا غادي ان شاء الله. هذا راه الظهر دابا كيودن وحنا عليه نساليو ان شاء الله. تبارك الله عليك. الله يبارك. الحمد دابا ان شاء الله حنا غادي نشوفوا طريقة سبيسيال. اشياء دابا غادي نزيد الزيت ياك. صافي وغادي نخلي دابا غنسمر الماء. خلط فيها الطيب. تبارك الله. الشمر خلي طيب في الكوكب. صافي دغيا تبارك الله دغيا. دغيا باغي يبقى غير يتعلق دابا. دابا غير يبقى يتعلق وغادي نزيد واحد شويه السنيده. شي ضروري اللي ما بغاش راني ندير. صافي غادي نزيد الزيت ديالي دابا هاهي. انت شي راه طاق هذاك الهجان ديالو يعني كما تحتاجيش كتري. خليكم واحد الكاس غادي نقص عليه البوطه. دابا تنقص مزيان البوطه وتخليه يتطابق. صافي دابا واحد شويه سنيده دابا عريتي عليه. صافي ما غاتسديش. لا غادي نسد وغادي ننفسها بحال هكا شويه. انت حيت كيما التمرين اختي انت شوف لا طابه زبيده راه ما نقولش غادي نغطيه غير شي شويه. صافي غادي نعرق عليه يتشحر شي زيت ملويين. صافي غادي نرفع عليه واخا ان شاء الله. شنو غادي نديرو؟ عندنا الصفه ديال السميده تشرب هنا. المهم اي صفه رقيقه. اي صفه رقيقه كسكسو رقيق. المهم يكون رقيق شي زوين. غادي غترافقي بها نرفق بها الدجاج ان شاء الله. الدجاج ولا اللحم اللي بغاو؟ الدجاج ولا اللحم ولكن هما كيبغوا مع الدجاج. اغلبيه كنقدمها لهم مع الدجاج. اللحم تجي زوينه. كتجي زوينه. مع اللحم كتجي زوينه. تجي بحال الديسير في الاخر. هانتي دابا هانتي ما غندير ليها والو غادي غير نعومها بالماء. بارد. بارد. القياس شحال هنا؟ جوج كيلو شحال يديروا ديال الماء؟ هانتي بالنسبه ل خاصو يعوم شتي. هاد الماء راه كله غادي يشربها مريم شتي. المهم تبان لهم هكا عامد بحال دابا مثلا يطرو لا ربع في الكيلو. هاكا يطرو لا ربع ديال الماء في الباكيه ديال السميده الرقيقه ديال كيلو. صافي كتكبي هذاك الماء ما تديري لا ملح لا زيت لا والو غير كتكبي السميده ديالك تتكبي على هذيك الميها كدوري واحد جوج دقائق ولا خمسه دقائق كتلقاي شربات الماء كامل. صافي ملي كتلقاي بحال معوده بحال مريم مفوره ومعوده. معوده انا شحال من واحد تيجي عندي بحال كل اللي كيكون يعاونني ولا شي واحد ملي كيقول لي اوه هذه معوده كيفاش غتفوري هي كيقول لي مفوره كنقول لهم لا ما مفوراش يلاه غادي تفور كيقول لي راه معوده. واه كتسحبهم الدارت وتعاودت. انت غتشوفي ان شاء الله ملي غتشربي هذه الميه هذه. صافي الماء وغتخليها. غنخليها غادي تشرب غادي نشفها مزيان. صافي غادي تفور نص ساعه 30 دقيقه بالضبط. 30 دقيقه بالضبط كتفور مزيان ملي بدا يطلع الفوار 30 دقيقه. غادي نفور عليها كل تفويره كل مثلا ملي تفوري الكيلو نص ساعه المكانه كتحطي الكسكاس. انا راه حطاها في القناه عندي بالتفصيل وداروها الناس وجربوها. كديري جوج كيسان الماء ديال العلبه فوق من الكسكاس في الكسكاس ملي كتحيديه فور وكتكبي الحليب السيترو ديال الحليب. صافي وكتقلبيها في البانيو ديالك ولا في القصريه ديالك كديري تشربي فيها. كديري المليحه كديري السنيده كديري الزبده واحد شويه واحد القريصه ديال السمنه
كنت واحد لوغو خاص. حنا غنشوفوها معاك دابا ان شاء الله. دابا غتخليها تلصق موجوده كتفبروا تحطي في الطبسيل ديكوري كما بغيتي. واخا حنا زربن خفن خفن زربن صافي. انت غادا تشربشي ما تخافوش من دار ما كتعجن ما والو انت. هادي ما بارده اصلا ما غاتتعجن حتى شي حاجه. غادي دابا دابا من بعد ما شربت لينا الماء كيف مشيت تبارك الله كتكثر يعني دابا ما فايره ما والو. واللي شافك يسحبها فايره فايره صافي. هلا غادي ندوي غير واحد شويه الزيت صافي غادي نردها تفور يعني تيتقرب كاع الوقت فهمتي. هذه حتى الدقيقه 90 هذه ما فيها والو. هذه غير هذيك اللقطه يعني تكون المسخون نص ساعه كترقدي هذيك الترقيده كطلعي الفوره كتحطي في الطبسيل صافي ساهله يعني ما كاينش. واحد شويه الزيت ما نكثروش صافي. وغادي نبسبسوها مزيان بحال هكا صافي. فوره وحده ثانيه كنحطوا عليها ان شاء الله التقديم ديالنا. نبداو دابا قرب الوقت صافي غادي نديرو ان شاء الله الفور. شتي تبارك الله شحال كتكثر دابا دايره غير 2 كيلو. غادي غنحط بها دابا 4 الحطات. نص كيلو في الحطه ياك. ولكن الا كانت هي اللي غتقدم بوحدها في الطبسيل مثلا غير الدجاج والسفه كتكتو ولا مثلا جوج ماكلات اللي هما غير اللحم وهذا كتكون كثر كتكون كيلو في القصريه. كيلو في القصريه بالك مع القصريه كيلو في الطبسيل. هادو راه محلولين واخا شي كتحل. كتحل مابقاش بحال صافي. وغادي ندير لها السربيسه وندير لها الغلاقه حيت السربيسه كتشرب لنا البخار والغلاقه وداكشي دغيا تيطيب كيجي طيب. ما عطاك الصحه. عندنا البرقوق وعندنا كي هذاك اللي رقدنا صفينا هذيك المويها درنا مويها اخرى. غادي ندير واحد شويه القرفه. هو هنا انا ما كنديرش القرفه هنايا كندير غير شويه ديال الزهر مخصص ليه اللون. كندير ثاني شويه الزهر هنا اللي بغى يدير الفاني ديال اللي بغى يدير الزهر يدير. انا كنكتفي غير بهذا صافي تيجي زوين كيجي زوين. كنديروا شويه ديال الزبده كنديروا هنايا اصلا هنا غندير واحد شويه لاصوص ديال هذا صافي. كندير الزبده هنايا وغنبدا ندير السميده على حسب الحلاوه اللي بغيتو. اللي كاين اللي غادي يدير اكثر كاين اللي غادي يدير. هذا غندير واحد 6 المعالق هنا هنايا عندي كيلو هنا ثاني هكا كندير واحد 4 د المعالق. 4 د المعالق هنا نص كيلو ديال البقره. نص كيلو ديال واحد 4 صافي. غتشعل عليهم البوطه صافي تغسلو على خاطر كلشي كيعرف تبارك الله صافي. الله يسلمك واحد الملحه صافي صافي الله يسلمك. هذا هو اللي كاين. وغادي واحد القريصه ديال الملح ما تنساش ضروري واحد الملح حيت ضروري حنا كنبغيو ديك العيب اللي نحيدو بسهوله صافي. غتاخدي معلقه ديال البلول من هنا. بسم الله كيبدا يشرب اللحم كيبدا يعطي اللون تبني البرقوق تاعو. شوف كلشي خصو يتبنى لنا. شوف يا مريم هو باقي كاع ما مشرب وشوفي لاصوص ديالو كي داير. شوف شوف يعني هادي راه مثلا كل ما كانتش المناسبه راه ما تسخاش عليك حط هذا ما يسخاش عليك تبقاي توكحي فيها. عندي شتي تسلي الزبيب. هي غنديروا فيها شويه ديال الماء الزهر وغنديروا فيها قريفه من طبيعه الحال حيت الزبيب الا ما كانش القرفه ملي كنسمعوا الزبيب كان في اي حاجه خاصنا نسمعوا القرفه. هاد القرفه هادي اختي هاد القرفه هادي احنا الطباخه السعوديه الطباخه امال شبابي مع السعوديه اختي ديال بالك مع السعوديه الله يحفظها تحيه للسعوديه العلوي يسر لها مسكينه امين يا ربي. هنا غادي ندير السنيده عيني ميزاني تقريبا واحد 4 المعالق ثاني وغادي ندير واحد القريص ديال الزبيده نفس الطريقه التعسيل درتي مع اللحم عادي واحد القريصه ديال الملح هي صافي وتعليلها صافي. ودابا راه حيت درت ليه الماء الاولاني حتى هو نفس الطريقه نفس الطريقه ديال المشمش عندي ديال البرقوق ديال هذا صافي. وغادي نعسلو دابا غنحطو صافي